وده يا جماعة شباب وادي النيل المتحضر. معانا هنا شباب الفوت والجيد، يعني هي ممكن تكون ضلمة شوية. طبعا يا جماعة اللي بيتفرج على الفيديو ده، احنا هنا في فيين ويل وادي النيل في كينج ماريوت. ايوه لارا اهي، يعني بتقول زي كل الناس ان هم مش عايزين يحطوا الفيديو ده على الفيسبوك، لكن للاسف هيتحط على الفيسبوك. نشوفكم كلكم يا جماعه، وميرسي جدا على متابعتكم. كان معاكم سكوت وجيد وادي النيل.